نحن نعلم يا إخوان أنه من رحمة الله بعباده أن هيأ لهم المواسم الأرباح، المواسم التي فيها الأرباح. بعض من الناس إذا جاء وقت ربح تجارة يسارعون ولا ينامون الليل فيه لأجل تكثر الأرباح عندهم، لكن نحن نريد الأرباح التي تهيئ لنا الأعمال الطيبة الجنة، تكون سبب في دخول الجنة. فربنا سبحانه وتعالى هيأ لنا أسباب، فرص. العاقل لا تفوته هذه الفرصة، هذه المواسم نوعها ربنا سبحانه وتعالى وأيضا كثرها وميزها. أيضا من أجل هذه المواسم بركة، وأكثر هذه المواسم أجرا، وأعظم هذه المواسم رحمة وذكرا، وأطولها مدة وأكثرها فضلا، ما هو؟ شهر رمضان المبارك الذي مدحه الله عز وجل وأثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على هذا الشهر وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر إخواني والله إنه فرصة عظيمة لا تفوت إلا الكسالى، لا تفوت إلا الغافلين.